عين الإنسان، هذا الجهاز العبقري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، والذي بدونه لن تستطيع التمييز بين الأشياء والأشكال والألوان، وسيصبح العالم عبارة عن أصوات وشاشة سوداء فقط. فالعين من الأعضاء الدقيقة في الجسم، حيث تتكون أجزاء العين من أجزاء دقيقة جدا والتي تعمل معا بشكل متكامل لتتم عملية الإبصار. وهذه الأجزاء تعمل معا بالتعاون مع الأعصاب والدماغ حتى نحصل على الصورة الكاملة. ولكن قبل أن نعرف كيف تعمل العين، يجب معرفة أجزاء العين ووظيفة كل جزء منها وآلية عملها. فالعين مثل الكاميرا التي تتكون من أجزاء دقيقة والتي جمعت معا لتلتقط الصورة. وأول هذه الأجزاء هي العدسة، والتي تقوم بتوضيح الصورة المتكونة على شبكية العين وتوصيلها بالعصب البصري في الدماغ من أجل ترجمتها وإظهارها بشكل حقيقي. أما الجزء الثاني هو بؤبؤ العين، ويعتبر المركز الأسود في قزحية العين، ومسؤوليته تتمحور في تحريك كمية الضوء اللازم حتى تتمكن العين من رؤية الأشياء، ولذلك فإن حجمه يتغير تبعا لذلك. أما هذا الجزء الأبيض الموجود في العين هو يسمى الصلبة. ثم تأتي الشبكية، والتي تعتبر الجزء الأكثر حساسية في العين، حيث تحتوي على الشريان الرئيسي الواحد بالإضافة إلى وريد رئيسي واحد، والذي يضع بالوريد الشبكي المركزي. ولكي تكون كرة العين دائما في أمان، وضعها الله سبحانه وتعالى في مكان يسمى محجر العين، وهو يتكون من العظام ويحيط بالعين لحمايتها، كما يفصل بينه وبين العين بعض المكونات الحجرية كالشحوم والعضلات والأوعية الدموية والغدد، والتي من الممكن أن تنتفخ في بعض الأوقات، مما يدفع العين للبروز للأمام. ولحماية العين أكثر، وضع الله سبحانه وتعالى القرنية في العين، وهي طبقة رقيقة تشبه الزجاج، ومهمتها حماية مقدمة العين من خلال عملها كغطاء شفاف، كما أنها تسمح للضوء باختراقها دون أن ينكسر، كما أن خدشها يسبب الألم الشديد للإنسان. ولكي تبقى العين رطبة ولا تجف، فقد خلق الله سبحانه وتعالى لها الجفون، والتي تعمل كواكب بصري للعين لكي تحافظ على قوة الرؤية من خلال المحافظة على رطوبة العين الداخلية. فبدون هذه الجفون فإن العين تجف وتتعرض للخطر بسبب إمكانية دخول الحجرة والأتربة للعين. ولكي لا تنسكب دموع العين على الخطوط باستمرار، فهناك الجهاز الدمعي الذي يعمل كجهاز لتنظيم الصرف المائي في العين، والذي بدونه لكانت العين تفرز الدموع باستمرار على الوجه. ولكي تعمل العين كما لو كانت كاميرا تصور العالم من حولنا، لابد أن تمر صور العالم الخارجي بعدة مراحل في العين. أولها عندما تنظر إلى شيء ما، فإن الضوء ينعكس من هذا الجسم ويدخل إلى العين فيصطدم بالقرنية الشفافة، ثم يمر خلال فتحة موجودة في القزحية والتي تنبسط وتنقبض لتتحكم في كمية الضوء الداخلية تماما مثل فتح دخول الضوء في الكاميرا. فيتجه الضوء بعدها إلى عدسة العين البلورية والتي توجد خلف القزحية الشفافة. هذه العدسة في العين تقوم بمرور الضوء وتجميعه في الشبكية التي تشتمل على ملايين الخلايا العصبية الحساسة للضوء، والتي تعمل على توفير الرؤية الحادة في الضوء السطحي واكتشاف الألوان والتفاصيل، كما أنها تقوم بتوفير الرؤية المحيطية أو الجانبية، وتسمح لأعيننا باكتشاف الحركة ورؤية الضوء الخافي. ثم بعد ذلك تقوم الشبكية بتحويل أشعة الضوء إلى نبضات كهربائية تنتقل إلى المخ عبر العصب البصري، وتتحول هناك إلى الصور التي نراها. هذه العمليات رغم بساطتها إلا أنها معقدة جدا، وكل شيء بمقاييس، كما أنها تحدث في لحظات من الثانية. فسبحان الخالق المبدع الذي أحسن خلقه كل شيء.